انا الابن ديالي تصاب من اللي كان من اللي كانت عنده عامين آه جيت آه الكوشه ديالته وصبت فيها الدم صافي من تما بدينا المعاناه والاطباء كنمشيو عند الاختصاصيين وعند العموميين ديتو البنورش ديال الاطفال الثانويه 20 يوم داروا لي تحاليل داروا لي جميع ما ما يمكن يدار في من تحاليل مراتيوز. كل كلشي ما هذا الولد ما بانش المرض ديالو نهائيا عيرتي ولد في الاخر طلبوا لي بيوسي لابيوبسي مشيت درتها لي عند طبيبه اختصاصيه هي اللي كانت الحد كانت مديره معاه هنيت متابعه معاه الحاله ديالو كانت لحد الان بقى متابعه الحاله ديالته مشيت خليت كنخلي هذيك الطبيبه ديالته كنخلي هذيك الطبيبه وكنمشي عند اطباء اخرين كنقول يمكن كون راه هاد الطبيب ما جابتش ليا داكشي اللي كاين كون كنمشي عند طبيب كنحط الدوسي كنقول له الولد ديالي هاي ها ها عنده عنده كيقول لي ما عندناش شي حل اللي غنديروا ليك رغم انهم بروفيسورات كبار ديال ديال الكيلي وكيديروا كيديروا الدياليز كيديروا الجراحه كيدر. ولكن ما عندهمش العلاج ديال هذا الابن ديالي عانى الكثير رغم انه كان مسكين مريض صغير طفل صغير مريض كان ملي بدا يكبر شويه كنديه كنديه الروض خريته في الروض ديته للمدرسه دخلته كنديه مركباه رغم المرض قاوم بقى يقاوم وكيقرا كيجيب كي نتائج مزيانه وواصل الدراسه دي بقينا متابعين الاطباء ما خلينا حتى طبيب الطبيب هو الله سبحانه وتعالى انا راضيه بحكم الله وكنحمد الله وكنشكرو لان الابل ديالي تصاب الله اللي اللي ابتلاه والله اللي قادر يشافيه والله حبه وابتلاها بهذا المرض وكنطلب من الناس المحسنين وصاحب الجلالة الله ينصر ويخليه لنا ما دام الله حب هذا الطفل الصغير اللي ابتلاه هو صغير ان الناس هم يحبوه احنا راضين بالحكم الله سبحانه وتعالى الحمد لله والشكر لله هذا فضل من الله سبحانه وتعالى احنا ما معارضينش على قضاء الله وقدره كن كن كنبغي كنت فرحانه وفرحانه بزاف في قلبي ولكن بالابتلاء ديال الله ولكن انا ملي كنشوف الابن ديالي ما حد هو كيكبر والصحه ديالو كتدهور خليت هذوك الاطباء مشيت عند اطباء اخرين كنقول انا مربانه هادشي يكون غير حلم ولا مستحيل ان حيت الطبيبه ديالته قالت لي قالت يعني بان هذا الابن راه غيوصل لواحد لاج غادي غادي يموتوا ليه الكلاوي ولكن كتعرفوا الغريزه ديال الامومه انا ما صدقتش قلت هذا غير مايمكنش ان الابن ديالي غيوصل لواحد السن يموت لي الكلاوي وهو رغم انه طفل صغير قاوم وكيبكي في الداخل ديالو ولكن ما كيبغيش يبين ليا بانه تيبكي حتى تفاجات بان غنمشي ندير ليه التحليله لي بان صافي داك المشكل اللي كنتي كتهربي منه سنين ووصل دابا منعتو من الخروج كنت عارفه الامومه كان ما خليتوش يخرج ما كنخليش يخرج للزنقه محاصره من المدرسه كنقول لي وليدي ما كان عند الدراري ما كتخرج لي ما كيخرج لي يتجمع لي موان الماكله الاكل في الزنقه ما كنخليهش لا كنت شي حاجه في الزنقه ما كان خليش ياكل كنقول خاصو ياكل السوس ما يمكنش تقول لنا ولدي خاصو تاكل ديما انا دي حاضيه من ابسط الحوايج بي بس ديك الحاجه البسيطه اللي كلوها الاطفال انا منعاها لي ملي من وصل لهذا السن مات صافي ما بقاش عندي انا شغندير ما تولي الكلاوي تصدمت بزاف ما راه الانسان مجرب الامور وعارف وخل نحكي لكم واخا نقول لكم معاناه بان النهار اللي سمعت بان انا رغم انني عارفه في يوم من الايام غيموت ولكن ما تقبلتهاش الحمد لله والشكر لله ولكن رغم ذلك تقبله هو مسكين قال لي ماما داكشي قضاء وقدر من عند الله سبحانه وتعالى الحمد لله انا فرحان لان الله حبني وابتلاني وكان من الناس انهم تم يحبوه ويشوفوا فيه في وجه الله لان كل شيء فيه هاد الدنيا راه زايده فيتع. وانا دابا المشكله انا معاه دابا كان انا اللي كنوض 5 الصباح 3 ايام في السيمانه حصص انا اللي كنوض نعطيه طيب ما ياكل كنطيب ليه غداه يدي معاه وكنطيب ليه ماكلته وكنخرج معاه يركب وبعض المرات كنضطر الا كان مرض ليا كنخرج انا نمشي معاه ولكن الامر بيد الله وانا ما عارفاش واش انا اللي غنسبق ولا الابن ديالي ولا الله اعلم انا بغيت من المحسنين انهم يعاونوني باش ندير الزرع الكيلي للابن ديالي حتى لو جالت الممات نكون مطمئنه على هذا الابن هاد الشاب ما خليه بان راه زارع وعيش وعايش حياته بحال بحال الناس انا تالمت بزاف بزاف ولدي هو مرض العائله كلها تالمات وكلها مرضات ولكن الحمد لله رغم هادشي كله الحمد لله ونشكرو الحمد لله لان الله سبحانه وتعالى هو اللي كيبتلي المحبين اللي كيحبهم كيبتليهم وكنطلب هاد المحبه تكون عند الناس كاملين يشوفوا في هاد الشاب الصغير اللي عانى الكثير من اللي كان طفل من اللي كانت عنده امين وهو تيعاني <applause> كنطلب الله سبحانه وتعالى <applause> 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 كنتمنى يا ربي كنتمنى بنتي كنتمنى يا ربي من قلبي قسما بالله العلي العظيم كنت كنتمنى في الليل كنعس نص الليل كنا الليل ما كنعسوش ملي كنتفكر أسامي لانه كان طفل مهذب ومخلق ما كي الجيران والناس كل شيء كي تفاجئوا الناس ملي اللي سمعوا مرة تفاجئوا لأنه هو دي من سكوتي ما كيجبد مشاكل ما كيجبد تيقرأ هذا العام أنا بشيت لحراسة قالوا يا واش يمكن الشاب يكمل دراسة قلت أنا ولدي تيمرض ليا وتين وثلاث أيام في السيمانه أنا مع الخمسة الصباح ما يمكنش غادي يمشي تاني يعاود يقرأ تساعدوا معايا وداكشي قد يدكشي علاش انا جيت قلت لي دابا ديري لي سنة بيضاء قلت ليها صافي المهم العام غندير بسنة بيضاء والعام الجاي كنتمنى يا ربي وكنت وكنتمنى من المحسنين يعاونوا ليا هذا الشاب ديالي باش العام الجاي ان شاء الله يستأنف في القرايه ديالته ويبدا الدراسه بحالو بحال الشبان لان ما بقاش بغى يخرج ليا من الدار تازم نفسانيا يعني نفسيته تحطمت ما بقاش بغى يخرج عير من الدياليز للفراش ما كيخرجش ليا نهائيا لا مع صحابه ولا والو مع الدراري كنقول يا ربي هو مسكين كان قبل كاع كيقول لي يا ماما امتى هاد, هاد, هاد المرض هو عير على المرض ما كنتش انا اصلا مصله لي الفكره بان شي نهار غيموتوا لي نهائيا شخصيا يعني عمرني ما قلتها للو... للداري ولا لولادي ولا لراجلي ولا شي واحد كان هذاك المشكل هزه راسي بوحدي كنت بوحدي كنقول انا مستحيل نقول لولدي بان يوم من الايام غيموت لك الكلاوي حيت الا قلتي كنقول انا غنحط وكتهم كيقول يا ماما امتى غنبر من هذا المرض بلا دياليز ما كانش عارف راسو اصلا غيصفي كيقول يا ماما امتى غنبر باش انا ندير لاصال بحال الدراري كيبكي قسما بالله العلي العظيم الا كيدخل لاصال شهر خرج كنقول ليه لا راه كنخاف عليك اسامه كيقول يا ماما التالين واش انا ملي كنت صغير وانا خايفه عليك خايفه كنقول شوف ولدي انا راه خايفه عليك ولكن انا ما كيلاش لي بان راه غيموت لي راسي كنتالم في الداخل ديالي ودابا كنتمنى يا ربي كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يحل عليا البيبان المسدوده ويحنن قلوب بهاد المسلمين وهاد الخوت يا ربي يشوفوا لي في هاد الابن ديالي ويساعدوه ويعاونوه ووصلوه معايا لبر الامان باذن الله كنطلبها من الله سبحانه وتعالى وكنطلب المحسنين وجلاله الملك الله ينصروا المسؤولين واللي مكلفين وزاره الصحه بان حيت انا ما بيدي حيله ما يمكنش مستحيل ما عنديش شي حل اللي غنديرو انا كون كان الحل بايدي نعطيه عمري عمري كامل نعطيه ليه <applause> كنت من لو كانت شي حاجه بايدي انايا كنت مني يا ربي كون كانت شي حاجه بايدي ما غنبخلش بها على ولدي مستحيل انني نبخل على ولدي ونخلي نخلي كي كيعاني في الصمت كيعاني في الصمت لانه ما كيهضرش ما كيدويش كيعاني في الصمت الدوخ ساكت حاضر راسه مالك اسامه يقول رغم انه كيمرض بان الدياليز صعيب بزاف واخا نقول كلمه الدياليز صعيبه بزاف كيوقعوا مشاكل ومعاناة وكيهود كي الفوسفور كيهود لك الحديد في الدم كيهود لك وكتسخ فيه ما كتقدريش تبشي ما كتقدريش بزاف المعاناة بزاف بزاف وانا كأي أم ما بغيتش أن الإبن ديالي يبقى يعاني ويبقى نشوفه قدامي يعاني كنت من الله كنت من الله قسما بالله وعدوه ويادي الرسم تيرسم زوين تمر الرسم ما بقاش بغير يرسم هذا كان يتمنى ان ندخلوا الفنون الرسم وانه يزيد القدام وانه يعطي ولكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى اللي, كي اللي الامر في يده كنطلبوا كنتمناو يا ربي يكون الفرج على ايديكم يا ربي يا ربي نطلبوا الله الفرج يفرجها علينا وعلى الجميع يا ربي امين <applause>